السلام عليكم شباب، النهاردة بإذن الله هنشرح موضوع مهم جدا وهو كيفية نقل كاميرات المراقبة بكابلات الفايبر. إزاي دلوقتي إن أنا أوصل كاميرات المراقبة بالفايبر وأنقلها من مكان لمكان مسافة كيلو 2 كيلو 10 كيلو؟ هنشوف الخامات والأدوات من خلال الفيديو ده، فياريت نركز مع بعض. زي ما انتوا شايفين دلوقتي دي الفكرة باختصار، تمام؟ هو دلوقتي هيورينا إيه اللي هو بيعمله. بكرة الفايبر اللي انتوا شايفينها اللي هو الكابل الازرق اللي انتوا شفتوه ده، عمل ايه؟ هو بدأ ان هو يقص الكابل، تمام، وبدأ ان هو يوصله في المديول اللي انتوا شايفينه ده ويحطه في الووتر بروف، يعني البوكس اللي انتوا شايفينه ده، ده علبة ووتر بروف قدر ان هو يحط المديول على الكابل نفسه، كابل الفايبر، عشان من خلال المديول اللي هو الاس اف بي ده، تمام، تقدر توصل بالكاميرا. طيب انتوا شايفين في الصورة اللي قدامكم دي حاليا على ايدك الشمال في كاميرا، في حاجة سودة تحت كده، وفي موجود الووتر بروف اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه. هو هنا بيتكلم عن جزئية السكشن اوف ديفايسز، بيتكلم باختصار الفكرة هتكون ازاي، وفي نفس الوقت بيكلمني على ان هو محتاج هيشتغل على مسافة 2 كيلو متر يقدر يوصل عليه. خلينا نشرح الفكرة باختصار، تمام. اللفة اللي في النص ديت ادي لفة كابل الفايبر واصلة من على الشمال على الووتر بروف العلبة البوكس، خلال العلبة البوكس ديت، تمام، واصل فيها اللي هو المديول الخاص بكابل الفايبر. طبعا هو هنا بيورينا الباتش كورد، الفايبر اوبتيك باتش كورد اللي هو يقدر يوصل عليه. هو دلوقتي فتح الايه، فتح البوكس، هيعمل ايه في البوكس دلوقتي؟ خلاص هيوصل الباتش كورد فايبر اوبتيك، الفايبر اوبتيك باتش كورد، بيشيل هنا زي ما انتم شايفين كده اللي هو زي كفر مغطيه، ويشيل الكفر الثاني من الباتش كورد. الباتش كورد ده مديول اسمه ال سي، طبعا في انواع كتير، اشكال كتير من المديولز اللي هي خاصه بكابلات الفايبر. طيب هو وصل دلوقتي الباتش كورد زي ما انتم شايفين، تمام، خلاص قفل البوكسه، تمام. بعد كده الطرف الثاني ده هيوصله فين؟ الاسود الموجود فوق ده، الميديا كونفرتر ده عباره عن ايه؟ عباره عن كونفرتر بياخد كابل اهو زي ما انتم شايفين، وصل فيه بياخد كابل الفايبر ويطلع لك يحوله لايه؟ لكابل يو تي بي. واصبح دلوقتي انا كابل الفايبر وصلته في المحول اللي عندي ده، الكونفرتر ده، تمام. طيب هيجيب بقى، هيجيب كابل يو تي بي عادي، كابل نت عادي خالص، باتش كورد كابل نت، مفيش اي مشكله. راح وصله فين؟ في الكاميرا، جميل. طب بعد كده هيوصل فين بقى؟ خلاص هيوصل في الكونفرتر. يعني دلوقتي هو عشان يقدر يوصل كابل الفايبر للكاميرا لازم له اللي انتوا شايفينه الاسود اللي هو المحول ده. المحول ده هياخد كابل الفايبر ويطلع لك كابل يو تي بي اللي هو هيشغل الايه، الكاميرا. طيب من ناحيه الان في ار عمل ايه؟ نفس الفكره، الطرف الثاني بتاع اللفه اللي قدامكم ديت وصل فيها الباتش كورد، نفس الفكره بالنسبه للكاميرا، وصل اهوت في الايه، في المحول او الكونفرتر، تمام. وهيعمل ايه بقى؟ كابل نت عادي خالص الازرق ده، وصله دايركت فين؟ في البورت بتاع الان في ار، جميل. هيبدأ يوصل ايه، الباور للكونفرتر، اغذيه بالباور، ونفس الفكره اغذيه بالباور من هنا. طبعا الكاميرا دي بي يو اي والكونفرتر نفسه بي يو اي، فهي مش محتاجه. شفت بقى هنا المفروض 6 لمبات دولت يشتغلوا معاك. فبقول لك اكتف اوبتيك بيديك كل لمبه من ديت بتدل على ايه. طبعا ال6 لمبات نوروا كده، الجهاز قام معايا والتوصيله بتاعتي مظبوطه، تمام، جميل قوي. طيب نبدأ نشغل ان في ار بتاعنا، نعلم بقى بيظبط الفيو بقى ايه، خلاص بقى الدنيا ايه، تمام كده، جميل. الجهاز اشتغل في منت، في منت الكاميرا ظهرت معانا واشتغلت، وادي الفكرة باختصار، دي الفكرة باختصار. طبعا لا تقول لي بقى في ديلي ولا في نسبة تأخير ولا الصورة بطيئة ولا الكلام ده كله، هو بيقول لك احنا ايه. طيب هيشرح لك جزئية تانية جميلة جدا، ايه هي؟ انا راجل دلوقتي قدامي كام على الشمال؟ 4 كاميرات،
اه صحيح. طب 4 كاميرات، الكونفرتر الاسود ده تمام ما فيهوش غير بورت واحد. طب ايه العمل؟ قال لك لا، في حاجه جميله جدا، اجيب سويتش اوفر، مش كل كاميرا اروح اجيب لها كونفرتر خاص بيها ويبقى التكلفه بتاعتي عاليه. لا، ده انا هعمل ازاي بقى؟ هجيب سويتش، ولكن السويتش ده هيبقى بس في ايه، في اوبشن صغير كده اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي في الايه، في الصورة اللي هتوجد، اللي هتظهر معانا دلوقتي. تمام، دلوقتي اه ده مديول يا جماعة، ده الـ SFP مديول. ده عبارة عن ايه؟ ده بيوصل داخل السويتش. جميل، يعني انا عندي السويتش ممكن اوصل كابل فايبر على السويتش. اه طبعا في سويتشات موجودة 8 بورت، 16 بورت، 32، تمام، بتقدر توصل عليها كابل الفايبر. فهو هيعمل ايه بقى دلوقتي؟ راح اشترى سويتش في بورت لكابل الفايبر، تمام؟ بدل ما كل كاميرا يشتري ليها الكونفرتر، لا هو هيجيب سويتش بعدد الكاميرات، عنده 6 كاميرات، عنده 16 كاميرا، زي ما يكون. عمل ايه دلوقتي في الووتر بروف ده، البوكس ده؟ نفس الفكرة، وصل اهو زي ما احنا شايفين في المديول، وصل ال LC باتش كورد، بنسميها يا جماعة، بيبقى كابل جاهز بتباع باتش كورد اوبتيك فايبر خاص بكابلات الفايبر. خد الطرف ده، طب هيعمل ايه بقى؟ يوصله فين؟ في الكاميرا؟ لا، وصله في الكاميرا فين؟ في الكونفرتر؟ لا، هوصله في السويتش ده. جميل، شفت بقى البورت اللي هو ماسكها ديت، ال SFP دي، تمام، وصلها فين؟ وصلها داخل السويتش. جميل، هيبدأ يعمل اللوك عشان يشيل بس الكفر ده، ملوش اي لازمة. تمام، هيبدأ يقفل اللوك، يبدأ يوصل معانا الباتش كورد زي ما انتم شايفين دلوقتي. تمام، المفروض ان هو في حاجة نساها، هو يقفل بس اللوك الصغير ده عشان ما يخرجش تاني. جميل، طيب عمل ايه دلوقتي؟ خلاص هو وصل السويتش دلوقتي بالفايبر. احنا دلوقتي عندنا كام كاميرا؟ 4 كاميرات، مفيش اي مشكلة. هيبدأ لكل كاميرا يوصل عليها الكابل الايه، الباتش اهوت، كابل يو تي بي عادي خالص اهوت، كابل يو تي بي انت تقرجه وتشتريه جاهز، مش مشكلة. المهم ان انت هتعمل ايه، هتوصل 4 كاميرات ب4 كابلات وتحطهم جوه السويتش. طب الاتجاه التاني عند ال ان في ار، عند ال ان في ار نفس كأنه كاميرا واحدة فقط، هتحط بقى كونفرتر، هياخد كابل الفايبر ويطلع لك كابل ايه، يو تي بي. نفس الفكرة، كابل اليو تي بي دلوقتي وصله داخل ال ان في ار وبدأ يشغل ال ان في ار زي ما انتم شايفين. ايه اللي اشتغل معايا؟ 4 كاميرات. ده الموضوع يا شباب باختصار.